السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروست فيديو دي قناة. إن شاء الله النهاردة تكملة للبرسبكتيف ترانسفورم الجزء التاني. النهاردة إن شاء الله هنبقى معانا مثال عن عامل الماتريكس وكده. شرحنا المرة اللي فاتت إيه العمليات اللي إحنا هنعملها، البرسبكتيف بيشتغل إزاي وكده. إن شاء الله النهاردة مثال عملي في الإم سي في. المثال ده هيطلع لنا إحنا عايزين نعمل روتيشن لصورة معينة في اتجاه الواي بحيث إنها تطلع بشكل يعني جمالي كده شوية. مثال بسيط كده بس هو سهل جدا يا جماعة. شوية بس الفيجوال ستوديو بطيء شوية. اهو طبعا هو بطيء عشان الرام مليانه خالص في الكمبيوتر عندي. احنا عندنا دي صوره اهي وبنلفها في اتجاه بنعملها روتيشن في اتجاه الواي في محور واي. طبعا هي بس هي بطيئه شويه لان هو البرنامج بطيء في تنفيذ الاوامر عشان انا مشغل برنامج تصوير وفيجوال ستوديو والبرنامج كمان شغال. ف بس انا كنت عايز اوريك بس البرنامج بتاعنا هيبقى عامل ازاي. نيجي بقى للكود بتاعنا. بنقرا هنا الايمج بعد كده بنعملها ريسايز بواحد ونص. بعد كده دي الريزولت اللي هناخد فيها الريزولت. بناخد هنا بس الايمج دوت سايز مش بلانك سودا خالص. بعد كده بنعمل متغيرات كده هنحتاجها قدام اللي هي الالفا والبيتا والجاما. الالفا دي يعني خليك فاكره بس الالفا دي بتاعت الاكس والبيتا بتاعت الواي والجاما بتاعت الزد اللي هي الزد. وبناخد بنجيب الويدز والهايت بتوع الصوره. طبعا الكولومز دي بتبقى الويدز اللي هي العرض الصوره والروز بتاعت تبقى الهايت بتاع الصوره اللي هو الارتفاع. بنيجي هنا بقى زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت احنا بنضرب الماتريكس بتاعتنا اللي هي بتاعت اللي هي 3 في 1 اللي هي الكوردينيت بتاعت الصوره بتاعت البيكسل في ماتريكس 3 في 4 اللي هي الماتريكس اللي هي 3 في 4 بتضرب في الكوردينيت بتاعت الصوره. قصدي بتبقى مش 3 في 4 4 في 3 عفوا. احنا عندنا هنا ايه دي الماتريكس اللي هي 4 في 3 فاهم. الماتريكس دي بس هي بتعمل ايه بتحول ال الصوره بتاعتك اللي هي قصدي الكوردينيت اللي هو الاكس والواي ل اكس واي وزد واحد. طب ايه هي السالب دبليو والسالب اتش اللي هي سالب دبليو على 2 وسالب اتش على 2. برضه بنستخدم خاصيه اللي هي بتاعه الافاين ترانسفورميشن. لما انا قلت لك احنا لما بنعمل روتيشن لازم في الاول ان احنا بنطرح الزاويه اللي احنا بنلف حواليها. يعني مثلا لو انت بتلف حوالين الكوردينيت اللي في النص بتاعه الصوره فانت بتطرح الكوردينيت او البيكسل اللي انت واقف عندها من السنتر اللي انت هتلف حواليه عشان يديك ان انت هتلف حوالين الاوريجين. في الاخر بقى خالص واحنا بنحول من 2 دي من 3 دي عفوا ل 2 دي هنجمع تاني الكوردينيت بتاعتنا على السنتر بيكسل بحيث ان احنا نرجع تاني للاول. فانا هو دول بمكانهم هنا نزل تحت هنا. دي العمليه دي اسمها البروجيكشن نحول من 2 دي ل 3 دي. هنا بقى يجي بقى الكلام. هنا زي ما انا قلت لك في ان كل ماتريكس ليها انت ممكن تجمعهم بس انا بفضل ان انت تخليهم كل واحده في ماتريكس للروتيشن في اتجاه الاكس وماتريكس للروتيشن في اتجاه الواي وماتريكس للروتيشن في اتجاه الزد وترانسليشن. انا عامل هنا اربع ماتريسز. طبعا الماتريس الخمسه دي اللي بتحول من 3 دي ل 2 دي. الماتريكس للار اكس والار واي والار زد زي ما انا قلت لك هنا احنا لو انت عايز ان انت تبقى على صوره بس انت بتشتغل على صوره. طبعا انا بشتغل على عده صور ان انا بعمل فور لوب كده بحول الصوره بتاعتي بعمل عليها برسبكتيف بعد كده برجع تاني بزود في الزاويه عشان يطلع الشكل اللي هو اللي انا بلف حوالين نفسها كده عامله زي الفيديو كده. فانا بعلن عن الماتريكس دي الاول. الماتريكس دي كلها فاضيه المحور بتاعها بس هو ال واحد 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 واحد. طبعا كلهم نفس الارقام هنا. هقول لك دلوقتي احنا هنعدل عليهم ازاي دلوقتي اللي هي الار اكس والار واي والار زد. طبعا دي كلهم بتوع الروتيشن في الاتجاهات المحاور. نيجي هنا بقى للماتريكس الرابعه اللي هي الترانسليشن. الترانسليشن هي نفس الافاين نفس الحكايه. لو انت عايز تعمل هنا سكيلنج عايز تكبر الاكس شويه فانت تيجي عند الاكس هنا مثلا تخليها 2
عايز تكبر في الواي برضو تخليها هنا 2، عايز تعمل شيرنج في اتجاه الاكس والواي تخليها هنا، تخلي مثلا نص هنا بتاع خليها مكانها، احنا مش عايزين نعمل صفر، خليها قصدي في واحد هنا وهنا واحد. هنا برضو اللي هو الترانزليشن، اللي هو الترانزليشن لو انت عايز تحرك الصورة شوية في اتجاه الاكس والواي والزد. انا مش عايز اعمل اتجاه التغير في اتجاه الاكس والواي زي ما هم عادي، ممكن انت تعملهم زي ما انت عايز برضو براحتك. هنا بقى ايه، هنا الترانزليشن في اتجاه الزد، البرسبكتيف بيتخيل كده ان انت قدامك كاميرا، اللي هي الكاميرا اللي هي بتبص على المشهد اللي هو الصوره بتاعتك بتبص عليها. لو انت خليت هنا الترانزليشن بصفر فالكاميرا هتكون متطبقه على الصوره، لازقه كده في الصوره، فمش هتبان حاجه، هتبقى لازقه في السنتر بتاع الصوره. فاحنا لازم نبعد الصوره شويه بحيث انها ايه تتشاف كلها. لكن انت هتخليها هنا ب 700 مثلا، هتخليها لو احنا خليناها هنا بصفر هي اشتغل برنامج اشتغل معاك، بس الكاميرا هو طبعا بتخلي ان هو كاميرا، الكاميرا هتبقى لازقه في السنتر بتاع الصوره. فهمني لو احنا كده ايه عملنا ران هنا اوريك. بص هنا ايه، بص الكاميرا لازقه في الصوره، فهو بيلف، هو حاليا الصوره بتلف بس بتلف حوالين الكاميرا، لان الكاميرا لازقه في السنتر جنب السنتر على طول، فالصوره بتلف حواليها. بقى نقفل فاحنا ايه بنخليها مثلا هنا ايه، مثلا ايه بنخليها 700، نبعد الصوره شويه عن الكاميرا بحيث انها تظهر كلها. يجي بقى هنا للماتريكس اللي تحت خالص، هنا اللي هي اخر ماتريكس اللي هي الاي 2 اللي هي بتحول من 3D ل 2D. بس يا جماعه الفيديو بس عشان الاذان. نكمل هنا بقى خلاص كده الاذان خلص. هنا بعد ما خلصنا اللي هي الترانزليشن هنا دي اللي هي الماتريكس بتاعت الترانزليشن، بننزل هنا للماتريكس اللي هي بتحول من 3D ل 2D تاني. هنا الكونتين دول هما اسمهم الفوكال لينس اللي هو الزيرو زيرو والواحد واحد، اللي الكوردينيت بتاعتهم زيرو زيرو واحد واحد. ايه هو الفوكال لينس؟ زي ما قلت لك هو بيفترض ان انت عندك كاميرا، فده الفوكال لينس ده اللي هو البعد بين العدسة بتاعت الكاميرا وبين نقطة تجمع الضوء. هي يعني انا بحطها ب 200، يعني هي طبعا كل دي افتراضات، ممكن انت تزود ممكن انت تنقص، هو كل ما انت بتزود كل ما انت بتنقص فالكوردينيت بتاعت الصوره بتاعتك يعني بتختلف شويه، اللي هي الصوره بتوسع معاك بتضيق. طبعا ده هو ده قصه الفوكال لينس، بس انت خليها ب 200 واشتغل على 200، يعني اللي هي اللي انت لو كبرت فانت هتتغير، هتختار مثلا ان احنا نغير في الترانزليشن عشان نبعد الصوره اكتر شويه، فانت خليها هنا ب 200، الكونتين دول ب 200. طبعا ده الفوكال لينس في اتجاه الاكس والفوكال لينس في اتجاه الواي. هنا بقى احنا بنحط هنا الدبليو على الاثنين والاتش على الاثنين عشان نرجع تاني الصوره من الاوريجن تبقى ليه تبقى للسنتر بيكسل. طبعا انت ممكن تغير هنا براحتك، بدل ما تكون هنا انت مثلا عايز تعمل العمليه مثلا بحيث انها تلف حوالين السنتر بيكسل، لا عايز تلف في اتجاه مثلا اي بيكسل عايزه انت تحطها، تغير هنا الاكس الدبليو او تغير هنا القيمه بتاعت الاكس والقيمه بتاعت الواي وكذلك فوق. بنعمل هنا ماتريكس جديده اسمها الار، دي هتبقى التجميعه كلها بتاعت الار بتاعت الاكس والواي والزد. نخش هنا في حلقه فور لوب لمده 5 دورات، بناخد هنا ايه، بنقول هنا الفا بتساوي فلوت الاكس مضروبه في الماس دوت باي على 180 عشان نحول الاكس بتاعتنا للراديان، هي بالديجريز نخليها الراديان، وبنعمل لها كاست للفلوت. هنا تحت بقى ايه، زي ما انا قلت لك هنا، زي ما انا قلت لك الموقع ده اللي هو بتاع الفيديو اللي فات، يعني هنا ايه دي احنا بنعمل مثلا روتيشن في اتجاه الاكس، فاهمني؟ فروتيشن في اتجاه الاكس هنا ايه بيبقى التغير فيه، بيعمل هنا كوزاين ثيتا وهنا صالب ساين ثيتا وهنا ساين ثيتا وكوزاين ثيتا. احنا معلنين اصلا فوق على اللي هو الروتيشن في اتجاه الاكس للماتريكس دي، بس لسه ما عدلناش فيها. هننزل هنا بقى نعدل فيها، نقول الار اكس الكورنيه بتاعتها 1 في 1 بتساوي ماس دوت كوزاين الفا، الالفا دي اللي هي بتاعت الاكس هنا. انا بحط هنا ايه، احنا بنعدل هنا بنخلي القيمه دي والقيمه دي هنا. بعد كده بنقول الار اكس 1 و2 بتساوي سالب ماس ساين، بنحط اللي هي بنغير القيم عشان تبقى زي الميتريكس دي كده بس.
اهو نغير الاربع قيم، وكذلك برضو مع الواي هنا على حسب برضو الماتريكس اللي انت بتشتغل عليها. اهو دي الواي، فهنا اول قيمة بتبتدي بيها اللي هي الزيرو زيرو، هنا برضو عاملين هنا زيرو زيرو. طبعا بدل ما تكون الفا بيتا والجاما للزد، الالفا للاكس والبيتا للواي والجاما للزد. ننزل كده تحت بنقول هنا بقى الار اللي احنا عملناها فوق خالص دي بتساوي التلاتة متريسز دول في بعض، بنضرب التلات ماتريكس في بعض، فاربعة في اربعة في اربعة في اربعة في اربعة في اربعة تطلع لنا اربعة في اربعة اللي هي الماتريكس اللي هي بتاعت الروتيشن كله. طبعا ممكن انت بتقول لي مثلا انا هل طب انا مش عايز اعمل الروتيشن مثلا في اتجاه الاكس، ينفع لازم اعمل روتيشن يعني لازم اعمل الماتريكس في الاكس؟ لا مش لازم، انا اعملها بس ايه تكون كلها لو انت قدامك الخيارات كلها. انت ممكن بس تعمل الماتريكس بتاعت الواي، يعني بس يعني ممكن تشيل الار اكس دي الار زد دي خالص والار اكس دي خالص برضو، تحس بس ان انت تكتفي بالماتريكس اللي انت هتشتغل عليها اللي هي مثلا اللي هي الواي. مثلا عايز اعمل روتيشن في اتجاه الواي، فانت هتعمل اللي هي الار واي دي بس وتعدل عليها هنا، فاهم؟ مش محتاج برضو تعمل الفا ولا جاما، وتضربها على طول في العمليه اللي جايه دي. هنا احنا خلصنا، احنا هنا ضربنا الثلاث متريس اللي هو الاكس والواي والزد ببعض وحطيناهم في الار. دلوقتي احنا بنجمع المتريس كلها اللي هي الماتريكس بتاعت اللي هي 2 دي ل 3 دي والروتيشن والترانزليشن والماتريكس من 3 دي ل 2 دي. بنعمل هنا ايه الاول؟ بنضرب الار في الاي 1 اللي هي الاي 1 اللي هي بتاعت اللي هي البروجيكشن اللي هي فوق خالص دي، فاهمني؟ اللي هي كام الكوردينيت بتاعتها؟ اللي هي 4 في 3. بنضرب 4 في 3 اللي هي 4 في 4 اللي هي الار في 4 في 3 اللي هي البروجيكشن، فطلع لنا كام؟ 4 في 3. الترانزليشن بقى الترانزليشن هنا 4 في 4 طبعا هنا ايه احنا ضربنا في الروتيشن، فبعد كده بنضرب بندخل الترانزليشن في العمليه، فبنقول 4 في 4 في 4 في 3 يدينا كام؟ يدينا 4 في 3. طبعا احنا دخلنا الروتيشن على البروجيكشن، بعد كده الترانزيشن، بعد كده عايزين بقى نرجع البروجيكشن تاني ل 3 دي، فبنضرب اللي هي الماتريكس اللي هي 3 في 4 في 4 في 3 فبتدينا هنا ايه 3 في 3. كل ده يبقى 3 في 3 وبنحطها في الفاينل الماتريكس فاينل. بعد كده بنقول هنا وير برسبكتيف، ان احنا هنعمل بقى برسبكتيف على الصوره دي، بنديله هنا الايمج والريزولت والماتريكس بتاعتنا والريزولت دوت سايز. بنعمل هنا ايه اي ام شو للايمج واي ام شو للريز. في اخر خطوه خالص بقى قبل ما بنرجع تاني نعمل حلقه تانيه، بتزود على الواي او الاكس او الزد. لو انت عايز تزود على الاكس او الزد برضه انت عايز تعمل تغير فيهم هما الاثنين، انا بس عايز اعمل في الواي بس، فانا هزود عليها بس 3 درجات فهيطلع تاني، فاهم؟ هيعمل بقى ايه ابديت للقيم دي كلها، هيعمل ابديت للاكس والواي والزد. طبعا لو انت بتعمل تغير الاكس او الزد لو انت مش عامل لهم تغير هيفضلوا هما الاثنين بصفر، ويد برضو نفسها كده يعدل في الماتريكس اللي هي الماتريكس بتاعت الروتيشن ويعمل نفس الحركه دي برضو. فبس بعد ما بيخلص خالص ما بيبليش اي اوامر بننفذها، احنا بنعمل هنا سيف يوم بوكت تويت كي 25 عشان يبقى 25 فريم في الثانية أو حاجة زي كده، عشان تبقى المستخدم ما يلاحظش إن هي إن دي فريمز ورا بعضها. أنا وريتك هنا اللي هي الواي التغير في الواي، خليها مثلا خليها واي وإكس مع بعض، خليها مثلا دي 10 و10 ونرجع برضو خليهم هما التلاتة فيهم تغير هما التلاتة. تعالى كده نعمل رام اهو. طبعا هو بطيء شوية بس عشان البرنامج التصوير والفيجوال ستوديو هو بيلف في الاكس والواي والزد. طبعا انا اوريدي وريتك اللي هو في اتجاه الواي نفس الدالة بتاعت الوارب برسبكتيف، هي نفس الخصائص بتاعت ال الافاين لو انت تفتكر. يعني احنا جينا بصينا هنا شويه كده في هنا اللي هو احنا قلنا هنا اربع بارامترات، البارامتر الخامس هو الانتر اللي هي طريقه اللي هي
رسم الصورة، هنقول مثلا linear ده الديفولت عادي، الورب دوت لو انت عايز تعمل اللي هي تعكس اللي هي الماتريكس دي مثلا، لو انت عايز مثلا ايه اللي هي بيضرب الماتريكس اللي هي بتاعتك دي 3 في 1 بيضربها في سالب 1، كل حاجة بتتقلب العكس. مثلا هنا البوردر تايب دوت عايزينه مثلا، تعالى مثلا نخليها كونستانت مثلا في دماغك، اللي عايز حاجة اعملها نيو. لو احنا كده ايه رحنا على الصورة بتاعتنا، لو انا كده رحت عند الصورة اللي عندي وفتحتها برنامج الرسام، انا عايز بس اجيب اللي هي البيكس اللي هي الخلفية دي. شوف كده قيمتها كام بالار جي بي، الريد 153 والجرين 1 والبلو 0. اوكي نقفل دي كده، ننزل تحت نقول هنا نيو ام سي في ام في سي سكالر، ام سي في سكالر، نحدد بقى اللون اللي هو هيبقى البوردر تايب اللي هي البكسلات اللي هي مش مشاركه في عمليه البرسبكتيف بس بتطلع في الريزون. طبعا البكسلات دي بتبقى زي ما احنا شفنا، طبعا انا عايز اغير مثلا قيمتها اخليها احنا قلنا الار ب 150 فاحنا هتبقى تبقى العكس، احنا قلنا هنا بي جي ار تبقى 0 والجرين 1 والريد كان 153 تقريبا، بس كده خلاص. عايز برضه تعمل انت روتيشن باتجاه الزد اللي هو الروتيشن العادي اللي احنا شفناه في الافلام برضه مش مشكله، عايز تعمل في الاكس براحتك، خليها برضه خليها في الواي زي ما احنا. تعالى كده هنا مران اهو، خلينا البوردر بنفس حجم بنفس لون الخلفيه وبعدنا كده الصوره خليناها 700. طبعا انت كل ما بتقلل مثلا في الترانزليشن زي ما انا قلت لك هنا ايه، لو انت مثلا خليته 500 فانت الصوره هتقرب من مثلا لو احنا 700 مثلا خليه 500 فانت الصوره هتقرب للعدسه بتاعتك او الكاميرا بتاعتك، وممكن الكاميرا تبقى جنب الصوره لدرجه ان الصوره تلف يعني تضرب في الكاميرا كده. خد بالك ساعات بتحصل كده ان انت لو الصوره قريبه قوي فانت الصوره بتضرب في الكاميرا كده، ما بتظهرش انها ما بتشوفش انت الصوره كامله وهي بتلف، لا بتشوف جزء منها بس، والجزء التاني بيبقى خلف الكاميرا بيلف برضه، بس هيلف برضه فاهم. نعمل بس كده ايه اعاده سريعه اللي احنا قلناه، احنا بنعمل هنا الماتريكس اللي هي بتاعت ال A1 اللي هي 2D لل 3D دي بنضربها في الكوردينات الاكس والواي، بعد كده بندخل الناتج في الار اكس والار واي والار زد اللي احنا بنضربهم في بعض، طلع لنا برضو ماتريكس 4 في 4 فبنضربها في كوردينات اكس والواي، بعد كده بنضرب الناتج ده في ترانسليشن، بعد كده بنرجعه تاني من 3D ل 2D. كل ده بيتم هنا في الحتة دي كلها في الفور لوب. هحط لك الكود ده في الجيت هاب عشان لو صعب عليك شوية ان انت تكتبه كده، عايز تعدي عليا بسرعة اقعد انت بقى العب في القيم دي فاهم، اللي هي الترانزليشن والحاجات دي، لان انا شرحت النمو بس كده شوية. عايز انت تغير برضه في القيم دي، عايز تطلع لك تطلع اشكال تانية، عايز تعمل ترانزليشن في اتجاه الاكس في اتجاه الواي، عايز تعمل روتيشن في اتجاه الاكس والواي من غير الزد، كل دي بتبقى اشكال كده ممكن تشوفها. فبس كده خلصنا اللي هي المانوال زي الافاين ترانسفورميشن كده، ده كان المانوال. ان شاء الله النهارده ان شاء الله الدرس الاخير اللي هو البارت 3 في البرسبكتيف هنشرح اللي هو اللي انت تحدد نقط في الصوره بتاعتك وانت عايز النقط دي تبقى فين في الصوره اللي هو الريزلت، وهيحسب لك البرسبكتيف ويطلعها لك في الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح الكلام ده.